أيها السيدات والسادة، فخامة الرئيس سيد بوتين، أهنيكم برئاسة ناجحة، كل شيء تم في وقته وبشكل فعال، وخلال فترة قصيرة من ناحية التاريخية تجمع بريكس صار مركزا لجذب دول أكثر وأكثر تربط رؤيتهم عن نظام عادل مع تجمع البريكس، والنظام الذي مساواة بين الدول رغم مساحتهم ورغم قدراتهم، حيث يوجد حق لتحديد سياسة خارجية مستقلة. تجمع بريكس هي مجموعة لمستقبل، ويمكن أن تقرب إنهاء التاريخ في هيمنة الغرب الجماعي الذي لا يقدر يتحمل مسؤولية لتنظيم علاقات دولية حضرية، وإن الهدف أعضاء تجمع هو يعني تواصل إلى تحقيق الهدف بحوكمة العالمية، وروسيا بيضاء يتوجه إلى تجمع البريكس مع أفكار محددة ومع مشاريع رامية لمساعدة في حال قضايا إنسانية عامة. نحن على استعداد أن نكون عضو نشيط ومسؤول، وإن موقع جغرافي لروسيا بيضاء في وسط أوروبا وتجربات الأخرى يسمح لنا نتكلم روسيا على قدرة أن تكون جزء مهم من تجمع بريكس، وإن مشاركة البريكس يواصل قدرات تجمع بريكس، وهذه مشاركة ممكن تعمل تجمع بريكس أكثر شمولة وأكثر قوة وأقوى، ونحن نستطيع نلعب دور في مجال الأمن واحترام متبادل والأمن لا يتجزأ والتعايش بدون نزاعات ومواجهات. هذه هي المبادئ التي علينا نبني نظامنا جديد برأينا. ثانيا، تنمية المستدامة لجزء كبير من الدول العالمية كروسيا بيضاء، بناء الدول ذات المستقلة هي، وروسيا بيضاء تعمل كل ما في وسعنا وتنجح في هذا المجال. نحن على قدرة أن نقترح تجرباتنا كيف يمكننا أن نعمل هذه الدول أقوى، وكيف يمكننا أن نتفادي الثورات البرتقالية، تسويق الابتكارات و تمكين تكنولوجيات. ثالثا، مكافحة الجوع وتداعيات تغيرات المناخية. روسيا بيضاء واحد من الأكبر موردين للمبيدات والأصمدة والمنتجات الزراعية بما في ذلك أجهزة والماكينات، ونحن نقوم بمساهمة في توفير الأمن الغذائي، ونحن على استعداد تتعاون مع شركائنا في هذا المجال. رابعا، مجال الإنساني. روسيا التعليم في روسيا بيضاء قيم جدا ومشهور في العالم كله، لأنه شهادات الجامعات الروسية بيضاء قيمة، والآن نحن عندنا طلاب من 180 دولة، وهذا بسبب المدرسة ومؤسسات تعليمية قوية. بين مجالات الرئيسية هو تكنولوجيات جديدة، وهي صناعة تكنولوجيات بيئية. روسيا بيضاء
نجح في جمع القدرات في مجال الفضاء، ونحن على قدرة أن نقدم الاقتراح بخلق مجموعة المدارية والأقمار الصناعية، ونحن على قدرة تبادل بالمعارف العلمية والتطبيقية. روسيا بيضاء لها مستوى عالي من التعاون مع أغلبية كبيرة من دول العالم، وممثلي هذه الدول موجودين في هذه الصالة، مع كثير منها عندنا العلاقات ثنائية طويلة. والآن يمكن أن نضيف إلى هذا المعيار الثنائي العمل والتعاون على صحة متعدد الأطراف. شكرا جزيلا، شكرا للاهتمام.